أخي وسام، بصراحة أنت غيرت مفهومي عن الفوركس وعن التحليل. أنا كان بقي لي 10 سنين في الفوركس ومش عارف أوصل لأرض صلبة. شكرا فعلا على الدورة اللي أنا أخدتها مع حضرتك، وشكرا ليك جدا جدا جدا، وربنا يبارك لك. سيد وسام، أتقدم إليك بجزيل الشكر على الدورتين الرائعتين للتحليل الموجي والبرايس أكشن، فقد وضعت لي خارطة الطريق من خلالها أقتنص مناطق جيدة للدخول والخروج في الصفقات. ومن هنا أنصح من أراد إتقان التحليل والتداول بأن يلتحق بالكورس الخاص بالأستاذ وسام، ونتمنى التوفيق للجميع. إخواني أخواتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في درس جديد وفي تحليل جديد للبيتكوين من قناتكم، قناة العلم العفو الكذب. كما تعودنا يومين نحدد البيتكوين، نمشي معه خطوة بخطوة حتى نقيكم من الخسائر. وهذه الطريقة نستعملها في كل الأسواق، وهي صالحة لكل الأسواق، فقط عليك ضبطها. ولا بأس أن نشارك معكم بعض الأرباح، يعني بعد أن تضغطوا على هذا الرابط الاشتراك في قناة مجانية، لا تأخذ لا الاسم ولا الصورة، لقناة تليجرام مجانية، اضغط على الرابط تصبح عضو في هذه القناة التي أشارك معك فيها أرباح المشاركين في دوراتنا التدريبية. لا بأس أن نشارك معكم بعض الأرباح. لاحظوا أخوي حسين أو حسن حسن البلوشي يحقق في عملة أفاكس 1316%، نسبة كبيرة جدا، مستحيل أنك تحققها إلا إذا كنت ضابط أمورك وعارف تجاه السوق وماذا تريد من السوق. كذلك هنا 81% من البيتكوين، 722% أفاكس ماتيك، 47%، هذو كلها شباب يحققون أرباح. لاحظوا الذهب، الناس التي تسأل هل يمكن تطبيق هذه الدورة أو هذا التحليل الموجي برايس أكشن في كل الأسواق في سوق الذهب وكذا، لاحظوا الناس تحقق ربح $550 من صفقتين في الذهب. بيتكوين 17%، لاحظوا الذهب 708 أو $791، $791 من الذهب صفقتين، $426 في سوق الفوركس، يعني لا تظهر كثيرا لكن هذه الصورة، $426. لاحظوا هنا أو أكثر من ذلك بقليل، أرباح قوية. لاحظوا هذا الأخ يحقق $1365، $1365 سعر الدورة 7 مرات، سعر العرض 7 مرات من صفقة واحدة. يقول كان لدي $500 هذا الصباح وخسرت صفقتين ستوب لوز حتى وصلت إلى $250، الآن أقفلت الصفقة بربح الحمد لله والشكر له سبحانه، وألف شكر للأستاذ وسام، وأسأل الله أن يبارك له في علمه ويفتح له أبواب رزقه، اللهم آمين. لاحظوا الناس يعني دعواتهم، وهذا الناس المشتركين في الدورة، الطلبة المشاركين في دوراتنا التدريبية، لاحظوا كذلك 130% يقول شكرا، يعني هذا الاستاذ وسام انسان عظيم والله، شكرا اخي الكريم، شكرا. هذو الناس المشاركين في الدوره كيف يتحدثون معي، والاسرار التي يعلمها لنا في الدوره حين تشاهد امامك على الشرط وتطبقه وتحصل من ورائه على اموال تعي جيدا، حين انا بين يديك كنز لا يقدر بثمن، او كنز لا يقدر بثمن. لاحظوا يعني الناس التي تكون خارج الدوره لا تفهم هذه الامور، متى ستفهمها؟ عندما تدخل الى الدوره، عندما تدخل الى تحليل موجو برايس اكشن، الاسرار التي نقدمها هنا تبدا تفهم السوق. كذلك هنا الاخ عادل يحقق في ماجيك 100%، ويقول هنا اسكت قليلا احتراما وتقديرا لهذا الكبير، شكرا اخي الكريم، افضل دوره في العالم باسره وبدون مبالغه، ليست بمبالغه بل اعي جيدا ما اقوله، ولكم في الارباح خير دليل، انضموا الينا قبل ان يستنزف البيج بوي رصيدكم. لاحظوا طريقه التفكير التي اصبح الشباب يفكرون بها، يعني طريقة مهمة ممتازة، أصبحت لديهم إيجابية في التفكير. لماذا؟ لأنهم بدأوا يروا الأرباح. أغلبكم سيقول أن التداول ليس فيه ربح، ولكن عندما ترون أن طلبة مثلهم مثلكم نفس العقل، فقط هم اختاروا الطريق الصحيح اللي هو التعلم، وأنتم اخترتم الطريق الخطأ اللي هو الربح السريع،
دون أن تتعلموا. لذلك نحن نريدكم أن تتعلموا، نريدكم أن تحققوا مثل ما يحققه الشباب من أرباح. لذلك نوفر لكم عرض حصري رخيص جدا جدا بعشرة أضعاف مما في الحقيقة يجب أن تدفع في هذا العرض، وتحصل فيه على دورة تحليل موجي برايس أكشن 34 فيديو مسجل 25 ساعة من الأسرار لاحتراف أي سوق به متداولين، وتحصل فيه كذلك على ثلاثة أشهر اشتراك في قناة التحليلات اليومية. في هذه القناة نحلل يوميا من الاثنين الجمعة كل الأسواق، فوركس، كريبتو، أسهم، مواد أولية. نطبق كل ما درسناه في الفيديوهات في النظري. هذه الفيديوهات فيها استراتيجية الدخول والخروج، كيف تحليل الخسارة، أمور كثيرة، وهنا نطبق على كل الأسواق لكي ترى بأم عينك قوة ما تدرسه، قوة ما تتعلمه لذلك الشباب ترون انهم يقولون انك ستتفاجأ بكمية الاسرار الموجودة في الدورتين اذا اشتركت فيها. كذلك تحصل على ثلاثة اشهر اشتراك في مجموعة النقاشات التابعة لقناة التحليلات اليومية باخيرة المتداولين، الذي يجاوبونك على اسئلتك، يتابعون معك، يشاركون معك تحليلاتهم، صفقاتهم، وكذا تجد نفسك منضم الى عائلة تساعدك تأخذ بيدك الى ان تحترف باذن الله. اذا اردت ان تعتمد على نفسك، ان تتعلم، تطبق وتحقق الارباح في نفس الوقت، هذا هو العرض المناسب لك. ستجد الرابط مثبت في تعليقات هذا الفيديو، اول رابط، وفي صندوق الوصف لهذا الفيديو كذلك اول رابط، تضغط عليه تتواصل معي مباشرة على الخاص الذي يجاوبك وتبدا رحلتك نحو 5% الرابحين، وتبتعد عن 95% الخاسرين. لا تنسوا كذلك أن تشتركوا في قناة العملاق في كذب مباشر باليوتيوب، قناة العملاق في كذب باليوتيوب. وصلنا إلى 7150 مشترك، نريد أن نصل إلى 10000. رابط الاشتراك مثبت في تعليقات هذا الفيديو، ثالث رابط. أوكي، لا تنسوا كذلك أن تشتركوا وتذهبوا يعني للموقع ببروويبتر.com إن كنتم مهتمين بقراءة بعض المقالات، وكذلك تحميل بعض الكتب من الدراسة السلسلة الشمالية البنية. فقط تضغط على الإبداع مجانا، دعم الملك الخاص وتسويق الكتب للملك الخاص. تحذير: التداول مهنة خطيرة، يمكن أن تخسرك أموالك. لذلك كل ما نقوم به في هذه القناة هو ذا مغزى تعليمي وتثقيفي 100%. لا نعطي لا نصائح مالية ولا استثمارية ولا توصيات. إذا ضغطت على زر الشراء والبيع فأنت المسؤول، مسؤولية تم عن قراراتك. قناة المنافق الكاذب لا تتحمل أي مسؤولية. لذلك كل ما نطلب منك هو أن تراقب، تقارن، تشاهد. إذا عجبتك الطريقة يمكنك أن تنضم إلى عروضنا وإلى دورتنا. ماذا لدينا في البيتكوين اليوم؟ ماذا لدينا في البيتكوين؟ ماذا قلنا يوم أمس؟ قلنا أنه هناك عدة سيناريوهات في البيتكوين. إذا كان، لاحظوا الآن نحن في هذه الموجة، وهذه الموجة لا زالت لم تكتمل، وهناك عدة سيناريوهات لاكتمال هذه الموجة. السيناريو الأول، عفوا، أن يكون هذا هو التصحيح، كونتراكتين، موجة دافعة، تصحيح، موجة دافعة. أوكي، عندي W X Y، قد نحصل على X ثم Z هكذا، وبعد كسر القمة، سنرى كيف ستكون ردة الفعل. هل سنرى زيادة في الزخم الشرائي بين هذه الموجة وهذه الموجة؟ إذا كان ذلك ثم تصحيح كبير، هذا للشرائي أكثر، ستصبح سيلغى هذا التصحيح وهذا التصحيح، ستصبح هذه كلها موجة واحدة، ونبحث عن الشراء من الموجة C الصعود إلى أين لكسر القمة 31,900. أوكي، إذا كانت هذه الموجة على شكل WXY واكتملت البنية هنا وهذا هو التصحيح، سنرى نزولا قويا مع زيادة في الزخم بين هذه الموجة وهذه الموجة، ثم تصحيح هنا، وهذا التصحيح هو الذي سيجعلني أبحث عن البيع لكسر هذا القاع 24,900 دولار على الأقل. إذا سيناريو البيع هو هذا، أريد نزولا قويا لكسر هذا التريند لاين ثم تصحيح، وأريد هذا التصحيح أن يبقى في الثلث الأخير من الموجة الدافعة الهابطة، لا أريد أن يرتد بنسبة 80-90%. لماذا؟ لأنه إذا ارتد، لاحظوا قوة تحليل الموجة برايس أكشن، لأنه إذا جاءت
بزخم كبير، ثم بدأ يصعد 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 يصعد. قد يكون هذا فقط تصحيح كبير لكل، سيلغى هذا التصحيح، ستصبح هذه الموجة على شكل دبليو اكس واي، موجة واحدة، وسنبحث عن صعود أخير لكسر القمة هكذا. لأنه تريند لاين نحن نستعمله فقط لفهم الموجة، لا نستعمله لا دعوم ولا مقاومات ولا أي شيء، وليست له أي قيمة. هو قيمته أنه يحصر للموجة متى ستنتهي، متى ممكن أن تنتهي، وليس حتى متى ستنتهي. طيب، ماذا لو استمر البيتكوين في الصعود هكذا؟ جميل جدا، يا إما سيكون هذا كونتراكتين وسيطير البيتكوين، يا إما سيتحول إلى ران، خصوصا إذا صعد بطريقة متذبذبة قد يتحول إلى ران هكذا. ستصبح هذه الموجة على شكل W X Y X Z، لأن هذا التصحيح سيكون مساويا لهذا التصحيح، وسنبحث عن الصعود من هذه المنطقة. كسر هذه القمة سيتم تحويلها في الخسارة إلى بريك إيفن. لماذا؟ لأنه عندما تكتمل الموجة W X Y X Z، عندما نصل إلى الزد هنا لدينا عدة سيناريوهات، إما تصحيح كبير، راح يكون عندنا تصحيح كبير خصوصا إذا كان في زيادة في الزخم بين هذا الموجة وهذا الموجة، سيكون لدينا تصحيح كبير أكبر من هذا وأكبر من هذا، وهذه فرصة للشراء أكثر. جميل جدا. وقد ينعكس الاتجاه، خصوصا إذا لم يكن هناك زيادة في الزخم، قد يكسر ثم يعود بقوة، يكسر تريند لاين ويبدأ بالتصحيح هكذا. يبقى التصحيح في الثلث الأخير من الموجة الدافعة. لماذا أريد أن يبقى التصحيح في الثلث الأخير من الموجة الدافعة؟ لأنه إذا بقي التصحيح في الثلث الأخير من الموجة الدافعة، هذا منطقيا ماذا يقول؟ لتعرفون نحن نعتمد على المنطق، يقول لأنه كلما ظهر البائعون ظهر مشتر أسعد السوق، كلما ظهر بائعون ظهر مشتر أسعد السوق، كلما ظهر بائعون ظهر مشتر أسعد السوق، كلما ظهر بائعون ظهر مشتر أسعد السوق، وبدأ يكسر. لم يترك المشترون البائعين ينزل السوق أكثر من الثلث من هذه الموجة، 1/3 الثلث من هذه الموجة. لذلك هذا التصحيح في الثلث الأخير يثبت لي قوة من قام بالموجة الدافعة. إذا كانت صاعدة إذا قوة المشتري، إذا كانت هابطة إذا قوة من؟ البائعين. إذا كانت القوة هابطة والتصحيح بقي في الثلث الأخير، إذا البائعين هم الأقوياء، البيج بوي الموجودون، إذا سنبحث عن البيع لنكون معهم لكسر القاع بكل بساطة. إذا هذه خريطة الطريق الآن، هذه خريطة الطريق للبيتكوين. الأمر بسيط جدا، يعني ليس فيه مشاكل، الأمر جد جد بسيط. الآن كل ما علي فعله هو أن نرى ما الذي سيحدث. هل ستكون هذه الموجة على شكل دبليو اكس واي وسينزل السعر؟ سنحصل على فرصة، ما هي فرصة نزول قوي ثم بزيادة في الزخم بين هذه الموجة وهذه الموجة، ثم تصحيح يبقى في الثلث الأخير وهذا للبيع. وسنقول أن هذه الموجة على شكل دبليو اكس واي خلاص انتهت للنزول، لأن كبنية هذه بنية مكتملة دبليو اكس واي. طيب، إذا عاد وبدأ يرجع هكذا ثم عاد واعطاني هذا النموذج، اوكي كذلك هذا W، سنقول اوكي هذه الموجة هي على شكل W X Y X Z، سنبحث عن الزد من هنا لكسر القمة. هذا السيناريو الثاني. السيناريو الثالث هو بعد ال W X Y، بعد ال W X Y قد نحصل على تصحيح كبير هنا ليكمل الصعود ويلغى هذا التصحيح. هل ممكن ذلك؟ نعم ممكن، ممكن. إذن سننتظر ونرى، هل سيصعد ثم يعود ثم يصعد ثم ينزل هكذا ثم يعود بهذه الطريقة ويعطيني تصحيح كبير هكذا؟ إذا أعطاني تصحيح كبير هكذا سيلغى هذا، وستصبح هذه موجة واحدة هي على شكل دبليو اكس واي، وسنبحث عن صعود آخر. ربما تكون هذه الموجة على شكل اي بي سي، وربما حتى إذا بدأ ينزل بهذه الطريقة ممكن يرتد بنسبة 80 90% ويكون ويصعد لمرة أخيرة هكذا. ولاحظوا معي، لاحظوا معي، وستتغير البنية، وسنقول اوكي هذا هو تصحيحنا الكبير هكذا، وهذا تصحيح صغير في هذه الموجة داخل في هذه الموجة. إذا أصبحت 1ABC تصحيح كبير لنزول أخير هكذا. سيناريو محتمل كذلك وممكن كذلك، تلاحظون. إذا يجب أن ننتظر الآن ردة الفعل في هذه المنطقة الموجودين فيها حاليا. نحن الآن في تريند لاين، لازالت طالما لم يتم كسر هذا التريند لاين هذه الموجة لازالت لم تنتهي. طالما لم يتم كسر هذا التريند لاين
هذه الموجة لا زالت لم تهيج، لذلك أنا لازلت في الصعود، وممكن يكون هذا نموذج ريجولار للصعود ممكن، لكن هنا انتبهوا عندما أقول ممكن يكون لك نموذج، هذا نموذج راح تجدون 90% من المبتدئين يبدأون بالضغط على جرير الشرايين هنا. أنا لا أعطي توصيات، أنا أعلمك كيف تحلل، فانتبه. يجب أن تكون لديك استراتيجية إذا أردت تداول هذا النموذج، يجب أن تكون لديك إشارات تقول لك واو 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 هذا للشراء. إذا ما عندك استراتيجية ابتعد عن التداول، إذا ما عندك علم، إذا ما عندك تقنية، إذا ما عندك استراتيجية ابتعد عن التداول وتعلم. لذلك نحن دائما نقول لكم تعلموا 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 لكي تخرجوا من 95% الخاسرين وتدخلوا إلى 5% الرابحين. هذا هو غرضنا وهدفنا من قناة العلم في الكذب، دائما يوميا يوميا نشارك معكم فيديوهات ونعلمكم، هذا هو الغرض. كذلك نشارك معكم عروض حصرية، وهذا هو الغرض. أريدك كأن تبتعد عن 95% الخاسرين وتدخل في 5% الرابحين، وهذا لن يتسنى لك إلا إذا تعلمت. حتى أكون معك صريح وواضح، لا يوجد مجال تدخل فيه وتربح أولا قبل أن تتعلم، غير ممكن غير منطقي. بما أننا نحن نستعمل المنطق، عليك أن تتعلم وتتعب أولا قبل أن تحصل على النتائج، وهذا هو الوضع المنطقي الطبيعي الذي يجب أن يكون. أرى إذا كانت لديك هذه العقلية، هذا هو العرض المناسب لك. تجربة الاشتراك مثبت في تعليقات هذا الفيديو والرابط، وفي صندوق الوصف كذلك لهذا الفيديو والرابط، اضغط عليه تتواصل معي مباشرة على الخاص، أنا الذي يجاوبك، وتبدأ رحلتك نحو التعلم والاحتراف. إذا كانت لديك عقلية الربح السريع أن تربح وبعد ذلك تتعلم، أخي لن تستفيد معنا، لا تتواصل معي من فضلك على التليجرام. لا تنسوا أن هدفنا هو تعليمك وأن العلم يعرفك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.